وكتب كتاب المجموع، وكتب كتابا في آداب حملة القرآن، وكتب مجموعة من الكتب. وقال الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى في الهمة العالية، قال: وكتب النووي رحمه الله كتاب المجموع، لو اجتمعت جامعات الدنيا على أن تصنف مثله ما استطاعوا. وله كما قال ابن عثيمين رحمه الله له أخطاء، له أخطاء، كأنه يقول ببعض الأشعريات، وهذه الأخطاء يرد عليه فيها، وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فزول عمره 45 سنة ونشر من العلم الشيء الكثير، فهذا يستفيد منه كل عاقل وسائر إلى الله تعالى بعده، ويجتهد في المحافظة على وقته وفي نشر العلم النافع وفي العمل به. الكتاب ده كتاب 40 نووية، العرب يذكرون العدد أحيانا ويريدون العدد، وأحيانا يريدون العدد مع زيادة قليلة فيه، يعني بيقولوا 40 ويريدون 40 ويريدون 41 و42 إلى آخره، مرات يعني الأعداد الفوق لأربعين 50 الفوق العدد الكلي ما بيذكروه، يقول لك هذا فيه 70، ومرات يكون فيه شنو؟ فيه أكثر من 70، فيه 72 إلى آخره. فالكتاب ده سماه أو سمي بكتاب 40 النووية، وفيه 42 حديثا، ضعف العلماء منها حديثين، وإن شاء الله تعالى يأتي ذكر ذلك في موضعه. الكتاب ده من فوائده، العلماء قالوا هو أول كتاب يبدأ به طالب العلم في الحديث، كما أن أول كتاب يبدأ به طالب العلم في العقيدة كتاب الأصول الثلاثة إلى آخره. فده في الحديث بيبدو به كتاب 40 نووية، بعد ذاك بينتقلوا لكتاب عمدة الأحكام إلى آخره. وهذا الكتاب جمع أحاديث فيها أصول الدين، وفيها مجموعة من القواعد التي لا غنى لطالب علم عنها ولا غنى لمسلم عنها. والعلماء علقوا على الحديث الأول الذي بدأ به المصنف، وهو عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنيته أبو حفص، وصحابي مشهور معروف. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي رحمه الله: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري اللي هو الجعفي المعروف، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر البخاري ومسلم، وأما أصح الكتب فهو كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن قال أصح الكتب المصنفة، ذكر المصنفة تحرزا، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى لم يصنفه بشر ولم يؤلفه بشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم كتاب. طيب، الحديث ده العلماء تكلموا في فضله، قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه، حديث مشهور والحمد لله الناس حافظاه
أو حافظ جزء منه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من أراد أن يصنف مصنفا أن يبدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: ينبغي لكل من أراد أن يصنف مصنفا أن يبدأه، ابدأ كتابه ده، بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها لطالب العلم على أهمية النية، على أهمية النية. عشان كده النصيحة دي العلماء أخذوا بها. كتاب عمدة الأحكام بدأ به مصنفه عبد الغني المقدسي بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. والنووي رحمه الله بدأ رياض الصالحين بحديث إنما الأعمال بالنيات في الأحاديث عنه، قبلية ذكر آيات. وبدأ هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات، والبخاري بدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وغير من العلماء إنما الأعمال بالنيات. لكن العلماء علقوا على هذه المسألة على أهمية النية، لأن بعض الناس داير يطلب العلم وفي البداية بيجي ما مستحضر النية. هو في فرق بين الإخلاص وفرق بين استحضار النية. كيف تلقى هناك في رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال إلى آخره. الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله، وأن تريد بعملك وجه الله، ولا تريد غير الله سبحانه وتعالى. ده الإخلاص. أنت جيت للصلاة وأنت مخلص لله، ما جيت عشان الناس يشكروك ولا داير دنيا، وإنما أتيت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. مرات بتجي المسجد أنت مخلص لله، تجي مستعجل بس تتوضأ الله أكبر تصلي مع الإمام. ومرات بتجي من البيت، من البيت بتستحضر الحديث اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تخطو خطوة إلا كتب لك بها حسنة ورفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمرق من البيت أي خطوة أنت مستحضر إنه دي فيها شنو؟ فيها أجر. هل الزول الأول الجم مستعجل الله ما بدي أجر؟ بدي وجر. والزول الجاء ومستحضر أي خطوة ومستحضر الأجر والثواب، ده برضو عنده أجر، لكن الثاني أجره أعظم من شنو؟ من الأول، من الساهي. مع إنه الساهي أخلص في أصل العبادة، لكن قد ما يتذكر شنو فضل العبادة والتدقيق فيها في جزئيات أو كذي. وذاك الثاني ده الأول، الثاني يستحضر شنو؟ جميع جزئيات العبادة أو الشيء الكثير منها ويستحضر الأجر. ففي بعض الناس جاءون وسواس يقول لك نحن ما بننفع نتعلم. ليه؟ نحن ما عندنا إخلاص. الزول جاء ما عنده إخلاص، بس جاء الدرس وكذي وإلى آخره وجاء المسجد. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: طلب أقوام العلم لأجل الدنيا. في البداية طلبوا العلم ساي دنيا، فأبى العلم إلا أن يكون لله. نازل فيهم خير، لكن في البداية الشيطان نزغ لهم جهة الرياء إلى آخره أو الدنيا. بعد شوية لما يتعلموا عرفوا أهمية الإخلاص وخطورة الرياء وخطورة العجب وخطورة يعني ما يفسد الأعمال الصالحة، بعد ذاك عالجوا النية بتوفيق من الله تعالى فأخلصوا لله. فإنت تبدأ العمل الصالح وتحرص في البداية أن تخلص لله، فإذا لم توفق للإخلاص في بداية العمل في اليوم الأول الثاني إلى آخره، بعد ذاك ثاني أنت تواصل فيه. والله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب، قال: إنما الأعمال بالنيات. ابن عثيمين قال الحديث ذا مع حديث عائشة رضي الله عنها فيهما الدين كله، لأن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات فيه إصلاح الباطن،
وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد. قال فيه إصلاح الظاهر، الزول عشان عمله يكون مقبول عند الله دار تسبح، دار الله يقبل منك التسبيح ده، دار تصلي ودار الله يقبل منك الصلاة دي، دار تصدق والله يقبل منك الصدقة، لابد تخلص لله تعالى. والحاجة الثانية تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سبح بالكيفية سبح بها النبي عليه الصلاة والسلام، تسبح بالتسبيح السبح به والرسول عليه الصلاة والسلام. الكيفية كان يسبح بيده، ما سبح بحاجة ثانية. حديث في سنن أبي داود وذكره الألباني أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه قال أن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، لا تسبح باليد باليمين، ده اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبح باليمين وبالتسبيح ذاته سبح بالرسول عليه الصلاة والسلام، مش تجيب تسبيح سايب هو 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 ولا يا لطيف يا لطيف، ما سبح بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول يا لطيف الطف ده دعاء، لكن تسبح بالتسبيح السبح به: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى آخره. فتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ده حديث عائشة، تخلص لي الله بالحديث ذي: إنما الأعمال بالنيات، تقصد وجه الله. الناس ذي ما بسوي لك شيء، الناس اللي حولك ذي انت كونوا يشكروك يقولوا فلان ده كريم ولا فلان ده متعلم ولا فلان شجاع إلى آخره، ده ما بينفعك، بل ده مرات بيضرك. عشان كده انت ما تلتفت للناس، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. قال لك زول داير يخلص لي الله، داير يخلص واحد، وفي حاجتين هنا: الحاجة الأولى إنه داير مدح من الناس، المدح ده والإخلاص ما بيتلمن سوا، داير تخلص لي الله والناس يشكروك، ده ما بيتلمن سوا. قد انت تخلص لي الله بعد ذاك الناس يشكروك، زي ما ان شاء الله بنذكر بعض يعني هذه الكلمات ان شاء الله نذكرها في وقتها وهذه المسائل. اثنين، الحاجه الثانيه: زول دار يخلص لي الله وعنده طمع في شيء عند الناس، ده ما بيتلمى. انت جابوك امام تصلي بالناس، وانت طمعان في زول، في زول مهندس قاعد في الجامعة ده طمعان الزول ده يديك حاجة ولا كذي، وده قال لك هو الإخلاص ما بيتلمن سوا. انت زول تمشي الكشف، تمشي العرس، تدفع قروش وطمعان يرجعوا لك القروش دي في مناسبة حقتك، دي هو الإخلاص شنو؟ ما بيتلمن سوا. عشان كذي قال: لا يجتمع الإخلاص وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، بتلمن ما بتلمن، والضب والحوت ديل برضو ما بتلمن. قال: فإن حدثتك نفسك بالإخلاص، أسمع الكلام ده لابن القيم، ده قد يغير مجرى حياتك ويبقى لك سبب هداية، سبب خير إن شاء الله تعالى. قال: فإذا حدثتك نفسك بالإخلاص، دار تخلص، فاعمد إلى حب المدح والثناء، اعمد يعني أقصد، وازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة. زول العاشق الدنيا شغال بالآخرة؟ ما شغال بالآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون، يعني يتركون، ويذرون يوما
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة، ده المدح والثناء، وبوريك كيف تزهد فيه. قال واعمد إلى الطمع فيما عند الناس، دي الآفة الثانية، واذبحه بسكين اليأس، تيأس مما عند الناس، نازل تيأس منه. قال فإن أردت ذلك، لو دار تزهد في حب المدح والثناء ودار تضبح الطمع فيما عند الناس، قال فاعلم أنه لا ينفع مدح أحد ولا يضر ذمه إلا الله تعالى، أن الذي مدحه زين أو مدحه زين وذمه شين هو الله تعالى، أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله تعالى. لو عرفت إنه الله لو مدحك بيرفعك ولو زماك بيخفضك، ومن يهن الله فما له شنو من مكرم، لأنه هنا في فائدة، في ناس ما دارين المدح لكن خايفين من الزم، هو كون الناس يشكروه والزول ده متعلم وكذي، دي ما بتهمه كثير، يقول لك أخي ما يقول ما كلام ساي، لكن عنده خلل في جانب تاني، خايف من الزم، يعني بيدفع في المناسبة ما داير المدح، يشكروه دفع ما دفع، لكن خايف شنو يزموه، بيصلي في المسجد مش عشان يقولوا بصلي وصلاي وكذي، خايف ما جاء المسجد يقولوا شنو الزول لا يا أخ ما بيجي المسجد، الزول لا ما فيه خير، الزول لا كذي، خايف من الذم. انت قال لك تعرف انه البمد المدح بينفعك الله سبحانه وتعالى، وذمه بضرك الله سبحانه وتعالى. لو عرفت الشغل انه اي شيء من الله، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز شنو من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله هو اللي بيرفع ذكرك، ورفعنا لك ذكرك الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك الناس ما تشتغل بهم يا أخي، بشكروك ساي والله يشكروك، بكرة تموت يدفنوك ويجوا يضحكوا، يتونسوا ويضحكوا يومين ثلاثة، الزول ده كان طيب والزول ده كذي، تاني بينسوك، تتكون عمرك كله ضيعته عشان ديل وينسوك. تلقى ذول آلاف البشر يشكروا فيهم، يكتبوا له تعليقات ما شاء الله تمام متعلم تمام 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 تمام، الآلاف ديل جت واحد ما بدي حسنة، ولا واحد ما بيقدر يدخل في رصيد حسنة واحد، ما لك مال بشر زيك. الحاجة الثانية عشان تتخلص من الطمع فيما عند الناس، قال فاعلم أنه ما من شيء عند الناس أنت طامع فيه إلا وعند الله شنو خزائنه. أنت داري من الناس شنو قروش، الله عنده الخزائن، بينفق على البشر وعلى المخلوقات منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة، ما نفدت خزائنه سبحانه وتعالى، وما احتاج إلى أحد من خلقي، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين شنو عضدا. غني عن العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال ما عندكم ينفد وما عند الله شنو باق باق. فإنت إذا تعلقت بالله وخلصت لله الله بوفقك، شكي قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث البخاري بعد بمجموعة من الأحاديث تقريبا الحديث رقم 54، أورد الرواية الثانية إنما الأعمال بالنية بالنية، والنية لغة هي القصد والإرادة، اختلف العلماء في التعبير
عن معنى النية، لأنه بتلقى النصوص كثيرة في ذكر النية. أحيانا تلقى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون، وأحيانا بتلقى من كان يريد العاجلة والآيات البعدة، ومن أراد الآخرة، أراد الإرادة، وبتلقى نصوص كثيرة. لكن النية باختصار القصد والإرادة، والإرادة أشمل وأعم. شاكذي في جامع العلوم والحكم ذكر الإرادة، ابن رجب الحنبلي وصاحب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام عبد الله البسام ذكر إن النية معناها الإرادة، النية بمعنى الإرادة، أن تريد بعملك مقصدا معينا وشيئا معينا وغاية معينة. إنما الأعمال بالنيات. اختلف العلماء في المراد بالأعمال، فقال بعضهم سائر الأعمال، ويدخل في ذلك أعمال الدنيا وأعمال الدين. أي زول عمل له عمل عملا ده بكون عنده نية فيه. زول قطع عليه شجرة عنده نية يوسع البيت، في البيت جوا قطع عنده نية حتى لو ما صرح. زول عمل له سور عنده نية معينة من السور ده. زول مشى للمازورة ده عنده نية معينة، دار يتوضأ وقت الصلاة، سمع الأذان مشى للمازورة ولا جاب إبريق. عشان كذي ابن عثيمين قال قال بعض العلماء لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قال أعملوا لكم عملا من الأعمال من غير نية، قال لكان من تكليف ما لا يطاق. ما بزول بيطيق يعمل عملا من غير نية، ما بتقدر. انت كزول عاقل أي عمل بتعمله في الغالب بنية، كن عندك نية. وقال بعضهم المقصود بالأعمال الأعمال الشرعية، وده المراد، لأن الحديث يتكلم عن أعمال الدين. إنما الأعمال بالنيات، العمل الصالح ده إنت بالنية العمل بيبقى صالح، وبالنية بيبقى فاسد. لما ترائي وتقصد بعملك المدح والثناء والناس إلى آخر الدنيا، وبالنية قد تؤجر، وبالنية قد تأثم. ودي إن شاء الله بتجينا في تفصيل النيات إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث. ابقى إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر وقصر واختصاص. أقول إنما في المسجد فلان، خلاص ثاني المسجد ده ما فيه إلا فلان بس. إنما دي أداة حصر بتحصر الشيء بعدها. إنما إلهكم الله، يعني المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إنما قال ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية، قال ولا يخرج الحصر أو القصر إلا بقرينة. يعني لما تجي كلمة إنما دي ده حصر، تاني الحصر ده ما بزول إلا بقرينة بدليل تاني. قام جاب مثال، قال الله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا منذر، قل إنما أنا منذر، فحصر دعوته صلى الله عليه وسلم في جانب الترغيب والترهيب في النذارة، يعني منذر بس. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار في سورة صاد، ده حصر. قال الحصر ده بمك بقرينة بدليل تاني، كقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق شاهدا وشنو ومبشرا ونذيرا. هنا مرق النذارة جاب معاه شنو، جاب مع النذارة جاب بشارة، فذكر مع الإنذار التبشير.
فقال لك لما تلقى كلمة لفظة إنما، لفظة دي إنما دي قال لك للحصر، تاني لو زول ناقشك الخطاب فيه إنما ده حصر، ده ارتمرك الحصر، ده تجيب حاجة جديدة طوالي تشنو انت في حالة زي دي تجيب دليل. ودي في دي الكلام ده يا ناس بيفيد. ليه بيفيد؟ لأنه آيات كثيرة بتتكلم في العقيدة في مسألة الدعاء وفي العبادة، تلقى الله يقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إلى آخره. دي زول بيستفيد منا، قل إنما أدعو ربي، ذكر هذه الأداة إنما ودل الحصر، يعني بدعو الله براه ما بدعو غيره، وده التوحيد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرق، بعض العلماء قالوا الجملة الثانية تفيد معنى الجملة الأولى، وبعضهم قال هناك فرق، والفرق وإنما لكل امرئ من الثواب والأجر بحسب ما نواه، بحسب ما نوى، إن أخلص فإنه يؤجر. وفي فرق ثاني، الفرق الثاني شنو؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. زول دار يتزوج، شايف تعرف الفرق بيناتي، واحد دار يتزوج قال له انت دار تتزوج ليه؟ قال والله انا دار اتزوج عشان اعف نفسي واعف الزوجة دار اتزوجها. ده يؤجر على الزواج؟ لا يؤجر. واحد تاني ده عمل عمل وعنده فيه نية، انما الاعمال بشنو؟ بالنيات. واحد تاني قال أنا دار أتزوج عشان الغرض الأول اللي هو العفاف، واحد. اثنين عشان الزوجة دي أنا شايفة فقيرة وأهلها فقراء ودائر أنفق عليها وعلى أهلها، دي نية طيبة ولا ما نية طيبة؟ نية طيبة. ثلاثة مع الصفة، مع الصفتين دي، مع الغرضين ديل، دار أتزوج لأنه أهل البيت دي وأهلي أرحام وبينات عداوة، دار أصلح بينات، دينية صالحة. أربعة دار الذرية من أجل نشر الدين والدفاع عن المسلمين والجهاد وإلى آخره وتعليم الناس، دار لي ذرية تنشر العلم والدين وجاهد في سبيل الله، دينية صالحة. خمسة في فوائد كثيرة. فهو عدد النيات، الأول عنده أجر النوى العفاف، وهذا حقق إنما الأعمال بالنيات في جانب من الجوانب. والثاني عنده أجر لكن أجره أكبر لأنه عدد شنو؟ عدد النية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى في الخير نية واحدة يؤجر، ومن نوى في الخير نيتين أو ثلاث أو أربع في جوانب الخير في الأعمال التي تتعدد فيها النيات فإن أجره أعظم. ده من الفروقات بيناتي. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث ذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده تفصيل، جزء من التفصيل للعبارة الأولى. مثال فمن كانت هجرته، ضرب مثلا بالهجرة، والهجرة الانتقال من شيء إلى شيء آخر، من حال إلى حال آخر، وفيها نوع من الابتعاد والمجانبة، واهجروهن في المضاجع. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد شنو؟
الإسلام ومدح الله أهلها وأثنى عليهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره شنو؟ وذم الله الذين لا يهاجرون وتوعدهم بسوء الخاتمة. الزول القاعد في بلد كفر وما هاجر منا لبلد إسلام وما عنده عذر، ده قال لك في شر وهو متوعد بسوء الخاتمة وبالعذاب، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء الملائكة أتوهم وهم في حال الظلم لأنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. قالوا فيما كنتم، الملائكة بيسألون قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قاعدين في بلد الكفر ونحن مستضعفون، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة شنو فتهاجروا فيها. ما كان تهاجروا، شكل الله قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربهم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله شنو واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عشان كذا تتهاجر. ابن عثيمين قال ما بجوز للمسلم يسافر لبلد الكفر ولا بجوز لي قيم في بلد الكفر، بلد تاعت كفر ما بجوز لك تقيم فيها، تجي بلد الإسلام حرام تقعد. قال ما بجوز تسافر إلا بشروط، لو دار تسافر من بلد إسلام لبلد كفر إلا بشروط معينة. الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة، مش ماشي نزهة ساي سافر ساي دار روح وكذي والبلد ديك دار روح فيها وإلى آخر، لا ما بجوز. قال لأن الهجرة واجبة، واجبة كما ذكر صاحب الأصول الثلاثة وغيره من العلماء. قال الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة، زول مرض وفي البلد دي مرضه ده ما في علاج له كسبب يعني شفاء من الله تعالى، يقوم يسفروه برا عشان يتعالج، دي ضرورة. في علم في بلده العلم ده ما في، لو في بلده في العلم ده يقعد يتعلم، لكن في علم والناس محتاجة له وهو جاهز شرعا بعد ذاك ما في إلا في تمشي. ده الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة، واحد. اثنين أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات التي يلقيها أهل الكفر في بلد الكفر. بلد الكفر ما عندهم شبهات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فيكون عندك علم تدفع به هذه الشبهات، علم كن متين في شبهات أهل الكفر في البلاد التي تريد أن تسافر لها وهناك ضرورة. ثلاثة أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، يكون عنده دين خوف من الله وتقوى وحاجز من الشهوات، لأنه بلد الكفر فيها شنو فيها انتشار الشهوات، فيها انتشار الشهوات. أربعة أن يكون قادرا على إقامة شرائع الله الواجبة عليه، يعني هناك ما يمنعوك الصلاة،
تصلي، تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز لك أن تسافر إلى بلد الكفر وتمكث الفترة المعينة التي فيها الضرورة، ثم تسارع في الرجوع، ثم تسارع في الرجوع، لأن الأرض اللي فيها الكفر مذمومة. والزول بيقرأ كتاب التوحيد بعرف الكلام ده واضح في الكلام عن النذر، والنذر في المكان الذي فيه شرك بالله تعالى والذبح إلى آخره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته من بلد الكفر إلى بلد الإيمان إلى الله تعبدا وإخلاصا وصدقا ولجوءا وفرارا، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا، وفي حياته من أجل مرافقته وطلب العلم منه. يعني أنت بتقصد بالهجرة إنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هاجر من مكة للمدينة لما كانت مكة بلد شنو فيها الشرك وكذي. بعد ذاك مكة ولله الحمد صارت بلد إسلام، ولا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى غيرها، لأنها صارت بلد إسلام وسوف تظل بلد إسلام إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا لحد الدجال يجي ولف المسيح الدجال وما يدخل مكة ولا المدينة. بعد ذاك دي من علامات الساعة الكبرى، ثم تقوم الساعة. فتقصد بالهجرة، تقصد بالهجرة وجه الله، تريد وجه الله وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. زمان الناس بيجوا من مكة للمدينة، المدينة فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بيجوا يتعلموا، والهجرة من أجل طلب العلم مشروعة حتى لو كانت من بلد إسلام إلى بلد إسلام. وهجرة فيها تفصيلات كثيرة، في هجر الصفات وهجر الأمكنة وهجر إلى آخره، لكن نحن دارين نختصر فيه. قال الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقاته على الأربعين النووية، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أي واتباعا، قال: فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. عشان كذي إذا اتحد جواب الشرط مع فعل الشرط هذا يدل على عظم وفضل هذا الأجر والثواب. ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ده فعل الشرط، هجرته إلى الله ورسوله ده الفعل. جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. الفرق بين العبارتين الجملتين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا واتباعا، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. يعني الله بيكتب له أجر الزول الهاجر إلى الله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا له، ويريد طلب العلم منه، ويريد مرافقته في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ويتبعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النية تكون وجه الله وحده لا شريك له، لأن الأجر من الله. الناس لو لاحظت قبيل في الآية من سورة النساء: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على منه، على الله. ما قال على الله ورسوله، قال على الله، لأنه أنت بتهاجر لله. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كانوا بهاجروا معاه، وبعد هاجر كانوا بهاجروا له عشان يتعلموا منه صلى الله عليه وسلم من أجل العلم، وإنما يتعبدون لله بهذه الهجرة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيب، يعني هناك ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فأجره 100 حسنة وأجره قصر في الجنة وأجره، لا ما ذكر كذي، ذكر لك شيء أعظم من كذي. قال فهجرته إلى الله ورسوله ده أجره عند الله، وهنا ما حددوا لك 10 حسنات 20، أنت تحسن الظن بالله تعالى. هسي لو أسامة ده قال لنا دار أديك هدية،
عثمان ده قال لي دار اديك هدية، عم احمد قال لي دار اديك هدية، جاء الرئيس قال لي دار اديك هدية، جاء واحد مفلس بتاع توك توك قال لي دار اديك هدية، ديل كلهم دار الدنيا هدايا. ده بتاع التوك توك ده انا بقول ده مبالغ بالديني، الريحة بتاعت البلاغاتية ديك ما فيها هنا حاجة بسيطة وبتروح، وده بالديني كذي وداك بالديني كذي، وعم احمد ده بتكون حاجة كبيرة شوية، والرئيس بتكون شنو حاجة اكبر. يعني معقول الرئيس يديك ساعة كاسيو ما اصلية؟ معقولة؟ ولا بيديك حاجة هدية يقول لك انا جايب لك هدية؟ مش بتوقع حاجة كبيرة بعظم الذي يريد ان يهدي؟ لله المثل الاعلى، اجره على الله، على الله معناه هذا شيء شنو عظيم، لان الله عظيم سبحانه وتعالى، ولانه واسع الكرم والفضل جل في علاه. هنا قال فهجرته الى الله ورسوله. ختم الحديث قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، الناس هاجروا للدين وده هاجر دار لدنيا، الدنيا طبعا عامة، في زول داير هاجر عشان قروش، واحد هاجر عشان وظيفة، واحد هاجر عشان شهادة، واحد هاجر عشان عمارة، واحد هاجر عشان يتزوج، كل الخمسة أشياء دي بتاع الدنيا. قال أو امرأة ينكحها، ومع إنه دي برضو داخلة في شنو في الدنيا، لكن ذكر الخاص بعد العام. بعضهم قال لأن هذا الحديث له مناسبة، وبعضهم قال هذه المناسبة ارتباطها بالحديث ضعيف. المهم إحنا نأخذ الحديث. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأخيرة دي شنو حقرها، ما قال ما كرر تاني، لأنه تكرار، التكرار قلنا شنو فيه، فيه فضل إنه شيء عظيم وكذا. لكن قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته لدنيا، ما كرر، ما بتساوي شيء، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما عندها أي قيمة دي الدنيا، ما عندها قيمة. طيب هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أهمية النية وأهمية الإخلاص، دي أول فائدة من فوائد هذا الحديث، أهمية النية وأهمية الإخلاص. في شروحات كثيرة للأربعين النووية، في شرح لابن دقيق العيد، وشرح لابن رجب جامع العلوم والحكم، وشرح لابن عثيمين، وهناك شرح في مجموعة من العلماء، فيه النووي وفيه السعدي وفيه الشيخ صالح آل الشيخ، لكن من أفضل الشروحات هذا الشرح، وهو شرح وهو كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله. قال تأليف عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، ده أفضل من أفضل الشروحات ومختصر. أي زول، أنا والله بنصح إنه أي مسلم اغتني الكتاب ده، كتاب قيم جدا. وبعدين شنو بذكر لك الحديث، بديك المعنى الإجمالي له، وكان في تعليقات حديثية بذكرها وغيرها، بعد ذاك بديك الفوائد، الفائدة الأولى الثانية الثالثة، كلام مبسط. زول حفظ الأربعين النووية ده بيخطب جمعة وغيره، وممكن أعلم الناس الشيء الكثير، بعد ذاك بيستفيد ويتدرج في طلب العلم. فأنا بنصح الناس إن شاء الله يقتنوا الكتاب ده، نحن بنحاول نختصر في الفوائد عشان الناس تقدر تحفظ، وده أسبوع كامل حاول أحفظ في الحديث، تحفظ حديث تبلغه الله في الدنيا، بنضر وجهك قبل الآخر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نص، نظر خبر أو دعاء، وكان خبر واضحة، يعني الزول اللي ببلغ إلى آخر الحديث، اللي ببلغ السنة بلغ الحديث
ده الله بنضر له وجهه، ده كان خبر وكان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يدعو، دعوة مستجابة ولا ما مستجابة؟ مستجابة ولا شك في ذلك. طيب أهمية النية، النية نحن تكلمنا عن معناه، من أهميتها قال العلماء أن بالنية يفرق بين المخلص والمرائي، دي واضحة ما في داعي نرجع لها ثاني. زول جصلى ركعتين هنا، واحد جصلى ركعتين، ده قصد وجه الله وده قصد شنو؟ مدح الناس والدنيا إلى آخره. الاثنين احنا شايفين انهم صلوا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يميز بينهما بالنية، لأنه يطلع على السرائر. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اثنين قالوا بالنية يفرق بين العبادة والعبادة، يعني النية دي بتفرق بها بين عبادة وعبادة. زول نام الساعة 12، صحى الساعة 5، جا مرهق وتعبان ونام، ضبط المنبه للصلاة ما صحى، صحى الساعة 5 عليه صلاة الظهر وشنو والعصر، صلى 4 ركعات، وأنا شفته صلى 4 ركعات، لكن قصد بها الظهر ولا العصر دي بتميز شنو؟ النية، قصد بها الظهر، ثاني صلى 4 ركعات قصد بها شنو؟ العصر. واحد جاء داخل المسجد صلى ركعتين، هل قصده بالركعتين ديل تحية المسجد معروفة، ولا قصده الرواتب سنن الرواتب، ولا قصده دار يصلي صلاة استخارة؟ دي كلها بتميز شنو؟ النية، مع انه الهيئة واحدة، الشكل واحد، الهيئة والأفعال. ثلاثة قالوا بالنية يميز بين العادة والعبادة، بين بعض العادات والعبادات. زول عليه جنابة صحة محتلم، أو ضاجع أهله زوجته، مشى البحر، دخل البحر طوالي، نط في البحر. العلماء قالوا زي ما في كتاب الفقه الميسر، قالوا الغسل على قسمين، في قسم الغسل الكامل وده معروف إن شاء الله، ده بيجينا في وقته لما تجي مناسبة له، اللي فيه حديث عائشة رضي الله عنها، غسل عنده كيفية معينة وإلى آخره، والغسل الكامل الفي وضوء في إلى آخره، الشق الأيمن والشق الأيسر والبسمة. النوع الثاني الغسل الجائز كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أو الغسل المجزي، ده بتجي داخل الموية قدامك بتغسل اليدين 2 أو 3، هكذا قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تغسل يدك 2 أو 3 بسم الله، 2 أو 3 غسلت الكفين اليد، بعد ذاك المضمضة والاستنشاق، بعد ذاك الوجه، ثم الذراعين، ثم يعمم جميع جسده، ما في والوضوء وما في شنو، تبدأ بالشق الأيمن الشق الأيسر، لا دول جاي مستعجل داري سوي الغسل المجزي ده، ولا كبير في السن ما قادر يحفظ ذاك الترتيب، بس يجي فتح الدش فتحه، ولا قدامه جردل موية يغسل 3 مرات، قدامه جردل بالليل صحة الصبح قبل ما يدخل يده في الإناء يشوف له حاجة يغرف بها يغسل يده 3 مرات، من السنة يا حديث إن شاء الله في وقتها تذكر. المهم عشان ما شتت الكلام، ده بتعمم الجسد بالماء، زول مستعجل جا بس غسل يديه 2، تمضمض يستنشق وشه ذراعيه، بعد ده جميع الجسد. الكلام ده في البحر، واحد جم سخن خش البحر، والثاني جاء جنوب عمل الكلام ده، ديل ما بتميز بيناتهم إلا بشنو؟ بالنية.
لأنه الاثنين عمموا الجسد، لكن يميز بالنية بين العبادة والعادة، بين العبادة والعادة. عشان كذا لو زول اغتسل 1000 مرة 1000 مرة وما نوى الغسل ده غسل باطل ولسه جنوب. فلا بد من النية، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. يبقى الزول يستفيد 5 أشياء حول النية: أهمية الإخلاص، وأن بالنية يميز بين المخلص وغير المخلص، وبالنية يميز بين العبادة والعبادة، وبالنية يميز بين العبادة والعادة. 4 بالنية تصير بعض المباحات عبادات، شيء مباح في أصل الشرع. يعني أنت مباح لك تأكل، ما بنقول أزولك الوجبتين عنده 20 حسنة، أكل 3 وجبات 30 حسنة، لا أصلا دي شنو؟ ده شيء مباح، الطعام الأكل والشرب ده شيء مباح، لكن بالنية يصير بعض المباح عبادة لله سبحانه وتعالى، كأن تأكل بنية التقوي لطاعة الله. ذول يأكل بنية التقوي لطاعة الله للعبادة، كأن ينام العبد بنية اليقظة مبكرا من أجل العبادة. ذول ينوم بدري، يا ذول بتنوم بدري ليه؟ ما قال عشان الجو بارد ولا الليلة ما عندي برنامج ولا كذي، لا، بينوم بدري عشان يقوم نص الليل يصلي، ده نومه ده كله فيه أجر. ما في ذول بينوم، في ناس الواحد بينوم من بالليل للصباح زي الشريط الفاضي، شريط فاضي ما فيه تر ساعات ماشى من العمر سال. وفي نوع بينوم وهو نايم والحسنات ماشى شغالة كر، لأنه قصد بالنوم ده يقوم يتقوى لعبادة الله. عشان كذا السلف كما قال أحدهم، وينقل هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب شنو؟ قومتي. الناس لي شيء بيحتسبوا، ولأنه أشياء كلها إما مباحة أو طاعة في غالب أحيانه. شكيت بتحتسب: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة كبيرة ولا صغيرة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. بدل تجيب لك كيس ملاح عشان خايف الجماعة يتكلموا والجيران يتكلموا وشيلوا حالك والمرض هيج ما فكل وكذي، لا، انت جبت الملاح والأكل تبتغي وجه الله، دار ترحم ديل عشان الله يرحمك، ده انت تعبك ده في وجه، في وجه. عشان كذا الشيء المباح قد يبقى عبادة. زول بيتعلم، ما لك دار تبقى دكتور ولك والله الناس دي كلها ماشية وجاية، نجي نطلب بيت فلان ولك انت شنو؟ والله انا تخرجت محاسبة، خلاص شوف حساباتك بعيد، ما في زواج. اها انت شنو؟ اقتصاد، اقتصاد ذاته تعبان، شوف لك موضوع ثاني. اها كذي تعبان يعني عام، يعني عام. اها وانت شنو؟ والله انا دكتور. ايوه تفضل طوالي، زوجوا له ده طوالي شنو؟ قول انا ماشي اقرا طب. انت تقرا طب عشان تتفاخر، الفخر يبغضه الله، والله لا يحب كل مختال فخور. واحد قرا طب، ليه قرا طب؟ بس موقف، بس قاعد له في قريه وزول تعبان يتضايق، ودوه الدكتور ما عنده حق التذكره،
شاف له زول تعبان بالليل وهو بيتفرج ده تعبان، شكا الله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس شنو جميعا. قرأ الطب والكتب وتعبان ويصدع وماشي وجاي كله أجر، 5 سنوات أجر ماشي كر. فالشي المباح بالنية يصير شنو؟ يصير عبادة لله تعالى. نمرة 5 في النية، قال العلماء كابن عثيمين رحمه الله، وهنا العباد أيضا ذكر هذا الكلام، بالنية يؤجر العبد ويؤزر ويباح له، يعني في عمل معين أو عمل من الأعمال أيا كان من الأعمال العامة ما فيها واجب ما أمر بها الشرع ولا نهى عنها، العمل ده مباح في أصله، العمل مباح بجوز لك تعمله وبجوز لك ما تعمله، العمل ده قال لك لبعض الناس فيه أجر وفي ناس فيه ذنب وفي ناس لا أجر لا ذنب، هو عمل واحد لكن يتعدد بشنو؟ بالنية. مثال، واحد شال له هدية، أدى الهدية لفلان، المسألة دي انتبه لها كويس لأنه عندها علاقة بأحكام كثير من الناس بيتجاهلوها. واحد شال له هدية من الهدايا وداها لفلان، ولا قروش اداها لفلان، فلان ده شغال موظف في الجوازات ولا موظف في الرقم الوطني ولا في غيره، اداه هدية، ليه اديته هدية؟ دار تطلع لك رقم ولا عندك شنو ولا كذي؟ لا والله الزول ده بس قريبي وانا رقمي ذاته برا هذا طلعته، لكن اديته لزاي قريبي، ده يؤجر لأنه أدى الهدية والهدية فيها المحبة وفيها الإحسان والله يحب المحسنين، إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى فيها أجر. واحد ثاني أدى ده هدية، ليه أديته هدية؟ والله ساي بس أديته هدية، خداني هدية وأنا أديته هدية، أيوة خلاص. الثالث أداه هدية، ليه اديته هدية؟ الله زول لا يخبي نلقاه قدام والأيام جاية والأولاد ذاته المدارس قربت كيف بدو يكبر والرقم الوطني بنلقاه قدام، والناس طبعا قدام دي حد الدنيا، الزول المفروض لما نقول قدام يكون قصده شنو قدام ججت الآخرة، وقدم السبت بتلقى الأحد، انت الخميس كيف؟ الخميس قدام الموت والسكرات والقيام، خميس خالي ساي. قام ده أدى الهدية عشان شنو؟ ده بيخدمه، ده يأثم ولا ما يأثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الموظفين غلول، والحديث ده طبعا كثير من الناس بيتجاهلوه، بيذكروا العلماء كابن عثيمين رحمه الله وكغيره من العلماء في انه انت هدية ما تشيلها كزول عامل، انت شغال في مؤسسة حكومية زول اداك هدية، والهدية دي ما هدية عامة انت مسلم كمسلم، لا هدية دي انت الزول ده بينك وبينه معاملة ما تشيلها، شغال في شركة تاع التكييف، مشيت صلحت لك مكيف لناس، رسلوك ناس الشركة ادوك القروش اللي بيناتكم البين الشركة والزول، لا سيد البيت الدو قال لك يا أخي دي حق الشركة دي ليون وهاك دي شوية لأنه انت شغلك نظيف وانا تكيفت منك ده حقك براك، حرام تشيله، حرام والذي رفع السماء، لأنه ده عنده علاقة بشركة ولأنه موظف فيها، لكن لو براك شغال براك شغل حر جيت اشتغلت مكيف بيصلحوه بـ100 الزول يتكيف منك اتفقت معاه بـ100 قال لك يا اخي هاك دي 120 شغلك نظيف تاني تعلينا دي الشيلة حلال لانك هنا ما موظف لشنو؟ لشركة ولا لجماعة خلفك. فالمهم بالنية يؤجر العبد وبالنية يأثم او يؤزر وبالنية يباح له العمل المباح.
في أشياء كثيرة، لكن نحن نكتفي ببعض الفوائد. من فوائد هذا الحديث أيضا ضرب الأمثلة، أن العالم يضرب الأمثلة لتقريب المعاني ولتثبت الفائدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد ذلك ضرب مثلا بالهجرة، ودي مهمة، لو تخاطب الناس أضرب لهم أمثلة وبالمثال يتضح شنو المقال. الناس تضرب الأمثلة. هنا الشيخ العباد ذكر 8 فوائد، فالزول دائما الكتاب ده شنو، أنا برجو إنه الناس تحرص إنه تقتنيه، لكن إحنا بنختصر فيها الكلام الفات ده كله، أنت عارفه كفوائد، لكن كفوائد تحفظها كحفظ أعرف أهمية النية وأهمية الإخلاص وما يندرج حول هذا الكلام. بعد ذاك أنه تضرب الأمثلة في المقالات من أجل أن تتضح وأن تثبت المعلومة والفائدة عند الناس. إذا مد الله في الأجال ووفق نواصل في أحاديث هذا الكتاب، في 4 أحاديث وراء بعض دي بنوسع فيها زي نظام الليلة ده إن شاء الله. بعد ذاك باقي الأحاديث بنختصر فيها، لأنه عامة فوائدها بتتلقي في المقدمات دي، بنختصر فيها. قد يكون في يوم واحد 5 6 أحاديث، قد يكون 4 إلى آخره، ولأنه الإطناب ذاته ما قد يكون فيه نوع من الملل إلى آخره، نكتفي بهذا القدر. تفضل عم محمد. أيوة أنا جزاك الله. يعني لما ذكرت أي حاجة أنا عارف إنه عشان صلاة الظهر، ماذا كنا صلاة الظهر وصلاة العشاء، هل ال ال تعتبر النية أو أذكورة؟ جزاك الله خير يا عم أحمد، ده سؤال طيب جدا، وده كان مهم في الكلام. دي المسألة دي تكلم فيها العثيمين، ابن عثيمين رحمه الله، قال: النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها من البدع. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيتلفظ بشنو؟ بالنية، لأنه محلها القلب. أنت إذا ودار تنوم ما بتقول نويت أن أنام، بتفرش الملاية وتبقى مارك طوالي بتنوم. فالنية محلها القلب، لا يتلفظ بها، بل التلفظ بها من البدع. عشان كذا زول جاي يصلي، بعض الناس يجي الله أكبر، دار يصلي المغرب، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أو مؤتما بهذا الإمام، 3 ركعات، 2 جهر، 1 سر، وبكون الإمام قرأ الفاتحة وماشي، وده لسه شغال، ما هذا ما بجوز. وإنما تنوي بقلبك. الفائدة الثانية ذكرها في السؤال، جزاك الله خير، ذكرها ابن عثيمين، قال: هذا الحديث فيه رد على الموسوسين. في ناس عندهم وساوس كثيرة. قال: اتوضأ يعني ثاني عيد، يقول أنا نسيت البسملة. طبعا البسملة واجبة، ده الراجح من أقوال العلماء، واجبة. بسم الله، وابن الكثير قال في البداية بسملة. يقوم يقول نسيت البسملة، هو الأولى قد يكون نساء، ثاني يجي نسيت، يكبر ثاني، يسويها بدل الصلاة عادية صلاة عيد، 7 تكبيرات شغال، الله أكبر الله أكبر. ده كله قال وساوس. ابن عثيمين قال: أنت مجرد ما مشيت للموية، ده معنى كلامه، أنت خلاص نويت، مجرد ما جيت المسجد أنت نويت الصلاة، مجرد ما جاء وقت الظهر نويت تصلي الظهر، بس ما بيحتاج شنو تتلفظ، ولا تدخل عليك الوساوس تكتر عليك. وإنما هذه الأمور واضحة، زول مجرد ما بدأ في الشروع لعمل معين فلا بد أنه نوى لهذا العمل، فما يتلفظ بها. جزاك الله خير عم محمد، سؤال طيب، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.